سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تغطية حية مباشرة في هذا اليوم، نقول لكم هذه المباراة اللي تلعب في ظل ظروف مناخية صعبة. في الحقيقة أنا أشعر بالبرد، فما بالكم المتواجدين على أرضية الملعب. تكون مباراة صعبة على اللاعبين، لكن نحن ننتظر منهم الكثير ليقدموا لنا أداء ممتع لا تؤثر هذه الثلوج على مردودهم. إذا كان هنالك ملعب في أوروبا مكتمل النجومية في مختلف التفاصيل، فهو ملعب ويمبلي الشهير اللي يتسع لما يقارب 90,000 مشجع وعاشق لكرة القدم مع النشيد الوطني لأوكرانيا. نتجه الآن إلى النشيد الوطني الآخر. والآن مع انطلاقة المباراة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحصل عليها ليندلوف. إمكانية ماركوس بير، تسديدة رائعة. زينتشينكو يحاول أن يلعب كرة بينية، يا إلهي هدف النيران الصديقة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يبحث عن المهاجم، مزيد من الفرص للركنية. الكرة ملعوبة من مسافة، يلعب كرة بينية، يمر ويلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة من جهة اليمين، زينتشينكو لمسة بينية، يبحث عن زميله
يتعثر ويفقد توازنه. يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة تعود إلى منتصف الملعب. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. شوط صعب بالنسبة لهم، خاصة مع الخطأ الدفاعي الكارثي. عليهم نسيان الأمر، استعادة الثقة. أعرف أنه الكلام سهل والعمل صعب، لكن لابد أن يكونوا في أداء أفضل في الدقائق القادمة. الإثارة تتواصل بعودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. السويد يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. تلعب الكرة إلى الأمام، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ستيبانينكو، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. ركنية، إذن قد نشاهد فرصة خطيرة. يلعبون ركنية قصيرة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يلعبها لمنطقة الخطر. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. تمريرة قوية أكثر من اللازم. كرة طويلة للأمام. الدفاع كبير. ماركوس بيل. والكرة راية بعد ذلك وتسلل. كرة إلى الأمام. يمر يلعب كرة بينية. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. وكرة في اتجاه المرمى. قد يحسم هذا الهدف الأمور هنا. إنه الوقت المثالي بالفعل لتسجيل هدف. لم يكن لها إلا وأن